السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ انا هنا شبكت المشاية بتاعتي. طبعا انا عملت وحدات ببواقي الخيوط اللي عندي، وحاولت انسق على قد ما اقدر. طبعا دي مشاية للمطبخ، شكلها حلو ومش مكلفة. انما انت لو عايزة تعملي احجام واشكال، طبعا هجي بالوان تانية هتنسقي وهترتبي الالوان براحتك. دي طولها 110 وعرض 45 سنتي. يا رب تكون عجبتكم. الطريقة والشرح موجودين في على القناة ان شاء الله. اتمنى تدعموني بلايك وشير، ولو انت ما اشتركتيش اشترك في القناة. ورجعت حبيبي بعد ما خلصت الوحدة بتاعتي، بس في ملحوظة مهمة جدا لازم تعرفوها. يعني انا مثلا لو مسكت الوحدة دي عايزة اعد كم سطر؟ 1 2 3 4 5 6. طيب الوحدة دي 1 2 3 4 5 6 زيها بالظبط. الوحدة دي 1 2 3 4 5 6 7. طب ليه هنا 7 مع ان لو حطناها نفس المقاس بالظبط؟ ليه؟ الخيط هنا كان ارفع شوية، فاضطريت ان انا ازيد سطر عشان اوصل لنفس المقاس. يبقى انت مثلا لو الخيط اللي معاكي رفيع ومشيتي 6 اسطر او 5 ولقيتيه مش المقاس، مش زي المقاس اللي انت عاملاه في الاول، زودي سطر لحد ما توصلي لنفس الايه المقاس. فانا هنا على سبيل المثال الخيط كان رفيع معايا، بص هنا مشيت كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسطر عشان بس اجيب المقاس. ماشي؟ فعادي يا جماعه ما تقلقيش لما تلاقي العدد الاسطر اختلف معاكي من وحده للتانيه، المهم ان انت توصلي في الاخر لحجم واحد. فيلا بينا عشان نقفل السطر مع بعض. هنقفل السطر ازاي بقى؟ انا هنا وصلت لاخر غرزه كانت تزايد معايا، ثواني كده اقرب لكم الكاميرا شويه. اخر غرزه كانت معايا تزايد، تمام؟ هشد الخيط، طبعا انا قصيته بالولاعه عشان اطلع الخيط كده بالابره. هعمل ايه بقى؟ الغرزه اللي الخيط طالع منها دي ماليش دعوه بيها، هروح للي بعدها دي، ادخل من تحتها كده من ورا واروح سحبه الخيط على ورا ومطلعه ورا اهو، شديته ورا. طب وبعدين الحلقه بقى، الغرزه اللي احنا اللي الخيط طالع من قلبها اهو، هنعمل فيها ايه؟ هندخل كده وراها في الحلقه الخلفيه ونروح شادين برضو الخيط مطلعينه منها، ونشد كده ونظبط. هنلاقيها، بصوا يا جماعه معانا، عملت حرف في زيه زي بقيه الغرز اهو بالشكل ده كده. هي اصلا الوحده معانا مسدسه، يعني اهو شكل سداسي، 1 2 3 4 5 6. بس كده بقت الوحده ما فيهاش اي حاجه. هنرجع لورا وبابره التنظيف البلاستيك وهنمشي الخيط كده شويه لحد ما نمشي تحت كام غرزه، وبعدين نروح ايه قصينه بالولاعه. تمام، انا احنا كده عملنا وحده اهو باللون النبيتي. ممكن نعمل وحده باللون ده، كلهم بنبدا ب6 سلسله. فهعمل عوده البدايه وادخل كده، اسحب الخيط، ارتفع سلسله، الخيط القصير بنمشي عليه، هعمل 6 حشو. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. نشد شويه نضيق اهو، نعمل 6 بالشكل ده كده اهو، نشد بقى الدايره نقفلها كويس اهو، هنقفلها تاني بس بعد ما نيجي عند اول غرزه. دي سلسله الارتفاع مالناش دعوه بيها، هنيجي عند اول غرزه معانا اهي حرف الفي واضح. هننزل تحتيه بالابره، هيبقى صعب بس في الاول، ايوه، ونسحب الخيط منه، ومش هنطلع بيه منزلقه، لا، معايا حلقتين، هشد واقفل بحشو. يبقى دي اول غرزه في السطر الجديد، اعلمها على طول بالماركر. تمام، هنعمل جنبها في نفس المكان واحده كمان عشان يبقى تزايد في نفس المكان. ندخل بالخيط بالابره
سوري ثواني كده كررها تاني معلش. هندخل اهو ونعمل غرزة حشو، دي اول واحدة علمناها بالماركر. هنعمل جنبها واحدة كمان، ادي كده اتنين تمام. طيب اللي جنبها اهي هندخل فيها نعمل اتنين كمان، يبقى كده معايا اربعة. اللي بعدها اهي نعمل فيها اتنين، يبقى كده ستة. اللي بعدها اتنين، ادي كده تمانية. اللي بعدها ادي كده اتنين، هيبقى الاجمالي عشرة. سوري، كويس ان الخيط مقطوع عشان اوريكم ازاي لو قابلتكم المشكلة دي ازاي نوصل الخيط كده. عشرة عملت في الغرزة العشرة اتنين، المفروض بقى ايه؟ اهي اخر واحدة معانا هنعمل فيها الحداشر والاتناشر. طب هنعمل ازاي؟ هنزل تحتها واشد كده، مش هكمل، هجيب بقية الخيط زي ما فاكرين كده كنا بنوصل الالوان ازاي. اهو روح ساحب الخيط الجديد بالغرزة اللي انا كنت هعملها المفروض، واشد من ورا الطرفين القصيرين تمام. المفروض اعمل واحدة كمان في نفس المكان صح. قبل ما اعمل اروح عاملة كده عشان اعرف اشتغل، واروح ربط الطرفين القصيرين ببعض. اهو حلو قوي. المفروض ان انا عملت غرزة واحدة، هعمل واحدة كمان وانا بعملها اخد طرف معايا كده تحتيها ايه عشان يثبت معايا. اهو بصوا مشيت عليه ده اهو. طيب هكمل مشي عليه في السطر اللي بعده. احنا كده عملنا التزايد، اشيل الماركر واحط واحدة حشو. السطر ده همشيه ازاي؟ هنمشيه حشو تزايد حشو تزايد. عملت اول واحدة، اخد الخيط ده معايا واعمل في اللي بعدها ايه؟ اتنين يعني تزايد. اهو ادي واحدة، نعمل واحدة كمان. يبقى احنا خدنا طرف معانا تحت الشغل، والطرف التاني يبقى نخفيه بالإبرة التنظيف البلاستيك. عملت تزايد، يبقى انا عملت في اول واحدة في الماركر حشو، واللي بعدها عملت ايه؟ اهو اتنين تزايد، يبقى اللي بعدها حشو بس. كده انا خفيت الخيط خلاص. اللي بعدها اتنين تزايد، اللي بعدها حشو بس، اللي بعدها تزايد. المفروض تجيبي ورقة وقلم وتكتبي ايه الاسطر بتاعت التزايد عشان ما تنسيهاش. اللي بعدها حشو بس، واللي بعدها تزايد. وهنكمل السطر بالطريقة دي كده. طب وبعدين اهو نعدل شغلنا نظبطه. الخطوة اللي بعد كده، السطر اللي جاي بعد ما يخلص، هيبقى ايه بقى؟ حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد. اللي بعده تلاتة حشو، الرابعة تزايد. طب اللي بعده اربعة حشو، والخمسة تزايد. ها اللي بعده لو وصلناش للحجم اللي احنا عايزينه هنكرر بقى السطور، خمسة حشو، الستة تزايد، ستة حشو، السبعة تزايد، وهكذا لحد ما نوصل لنفس المقاس ده بالظبط. مش مهم عدد الأسطر، المهم يبقى نفس الوحدة في المقاس. فخلص الوحدة دي ان شاء الله وارجع لكم. انا هنا حبايبي وصلت للحجم بتاعي التزايد، فعملوا معايا كام سطر؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، نعد تاني، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اسطر. طيب هنشيل الماركر خلاص، هنجيب الولاعة وهنقص الخيط كده. سيحناه، هنسحب، سيحنا الخيط خلاص، هنسحب الإبرة تمام.
هنجيب زي ما قفلنا المرة اللي فاتت، ملناش دعوة بالغرزة دي، هندخل في اللي بعدها من ورا اهو، ونسحب الخيط على ورا، وبعدين نيجي في اللي احنا الخيط طالع من قلبها دي، ونيجي في الغرزة الخلفية ونروح شادين الخيط على ورا، ونشد نظبط الشغل اهو. قفلة حرف في زي ايه بقيه الغرز، نيجي على ورا زي ما قلنا، وابره التنظيف ونمشيه، وايه ونضمن كويس ان هو ماشي كويس تحت الغرز عشان ايه شغلنا يبقى مظبوط. تمام، يبقى انا عملت اهو كده الفتله اهي اللي احنا كنا ماشيين عليها اثناء الشغل. ممكن خلاص بقى بالولاعه كده بس، وبكده احنا عملنا. هكمل انا بقية الوحدات عشان انا عايزاها مقاسها 90 سنتي طول في عرض 50. هخلص اكمل انا كده، فاضل لي حوالي 3 وحدات وارجع لكم ان شاء الله نشبك ازاي مع بعض. ازيكم حبيبي، انا خلصت السجادة بس طبعا شكلها مش هيبان غير لما انا اشبكها وبعدين اصورها لكم. فانا جربت كذا طريقه، لان انا عامله السجاده من بواقي الخيوط، يعني هو قعدت انسق فيه على قد ما اقدر. انما انت لو هتعمليها ليكي هتجيبي خيوط، هتختاري لونين او عايزاها لون واحد وتنسقي مع نفسك، هتبقى متناسقه اكتر من كده. فانا طبعا صعب عليا لان الوان كتير غير بعضها، فالخيط في التشبيك بيبان. فقعدت اجرب بصراحه لحد ما لقيت طريقه ما تبينش. يعني انت لو عايزه سجاده من كذا وحده والوان مختلفه، في طريقه بصراحه قعدت اجرب لحد ما توصلت لها ان هي ما تبينش الايه الخيط من اللي قدام. ايه هي الطريقه؟ زي ما احنا شايفين حبايبي هنا، احنا طبعا عارفين ان ده حرف الفي، عندنا حلقه امامي وحلقه خلفي. تمام، في هنا ايه، في حرف اهو، الحرف ده هجيب لكم الجزء الثاني عشان فاتح شويه، عندنا اهو امامي وخلفي، امامي وخلفي، ورا الخلفي كده في ايه، في الحلقه دي اهي، ادخل تحتها اهي، شفتوها الحلقه دي اهو. انا هعمل ايه بقى؟ طبعا لازم يبقوا على الخلف الاثنين. انا هدخل في الحلقة اللي قدامي الامامية مع ايه؟ مع الحلقة اللي ورا دي خالص، بس نظبط نشوف هنشبك ازاي اهو، مع الور اللي ورا دي اهي كده، واشد اهو. تمام، واروح راجع تاني، وانا راجع برضو ماليش دعوه بحرف بالاماميه ولا الخلفيه، انا في الحته دي اهو مع الاماميه اللي قدامي، واسحب تاني الاماميه اللي قدامي مع الحرف اللي ورا ده، الحلقه اللي ورا دي اللي ورا الغرزه الخلفيه اهو، واسحب اجي من هناك من الحلقة دي ادخل فيها مع الحلقة الامامية اللي قدامي بالشكل ده كده، واسحب اهو، نعملها اخر مرة كمان، الحلقة الامامية مع الحلقة اللي من ورا اهي دي، وشد اهم حاجه بقى وانت بتثبتي الخيط في الاخر تشدي كويس. انا طبعا دي مرخيه لان دي لسه هتثبت. تمام، يعني انا لو شدهم كده هنقلب شغلنا هنلاقي مفيش اي اثر اهو، مفيش حاجه خالص. طبعا ده مرخي عشان انا لسه ما ممكن نعمل حلقه كمان، ادخل هنا في اهي وادخل في الغرزه دي بالطريقه دي كده
مش هيبان خالص الخيط من قدام. انما طبعا انتي لو عاملة السجادة بلون واحد، في طريقة جميلة جدا من على الوش الشغل نفسه بتبقى تحفة، بتدي منظر وحرف كده ما بين الغرز، شكلها جميل جدا. فانا كده اكتفيت بالتشبيك الجزء ده، هثبت بس تاني ان انا هعمل ايه، هدخل كده فيها واطلع هنا تاني بالشكل ده كده اهو. انا ثبتت من هنا، بص الناحية اللي انا ثبتت فيها مش باينة هنا، انما دي باينة ليه؟ لان انا لسه ما شدتش هنا الخيط ولا ثبته. فبالولاعة بقى هنقص الخيط من هنا، يا زهرة ولاعة خلصت، ما علينا احنا، المهم ان تكون الفكرة وصلت لكم حبايبي. انا هنا برضو معايا قطعتين وصلتهم، بصوا مفيش اي حاجة اهو اهو، بس لسه الخيط ما شدش عشان كده شايفين ظل ليه، انما انا اهو لما اشده مثلا من ورا اهو واهو، لما يتشد مش باين خالص. فعايزه تنفذي بالطريقه دي براحتك، عايزه تنفذي بالطرق التانية اللي انا كنت عاملاها على في وحدات التشبيك حاجه ترجع لك. فانا همشي الوحدات كلها بالشكل ده وارجع لكم ان شاء الله لما اخلص السجاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.